السلام عليكم إخوان، حياكم الله جميعا. مرحبا بكم عند أبو عائشة مهرج حي سفيتي. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الفيديو على واحد الشركة ديال التكنو، الهواتف تاع التكنو اللي كما عرفتوا هاد الأيامات كاين واحد الزيادة شوية في الهواتف. المهم غادي نقول لكم الثمن ديال الهواتف اللي كاينين حاليا في السوق كثير اللي موجودين عند التكنو، غادي نقول لكم الأسماء ديالهم. وخا زيد يشوف في الثمن هاد الأيامات كاينة الزيادة ماشي في التكنو، أي شركة الهواتف راه كاينة عندها الزيادة شوية خصوصا هاد الأيامات. كما كتعرفوا ترونسبور ما كاينش وتزاد داكشي، تزادوا التليفونات. اليوم غادي نتكلم لكم على الهواتف ديال التكنو اللي تزادوا بواحد الدرجة شوية عالية. مثلا بحال التليفون كان كنا نبيعها ب 600 درهم وكنقولوا دابا نبيع ب 900 درهم. المهم الاخوان تابعوا معايا الهواتف اللي كاين ديال التكنو، انتم غادي تشوفوا الهواتف اللي كاين موجودين ديال التكنو واللي تزادوا في الثمن، وغادي تشوفوا الفرق ديال ديك الساعه وديال الغرب. السلام عليكم. بالنسبه غادي نبداو بالهاتف الصغير ديال التكنو، مثلا بحال هذا، هذا التليفون عادي اللي عند التكنو حاليا كيدير 120 درهم، الثمن ديالو كيدير 120 درهم، تليفون عادي، الو عادي. هو غادي نحلو غادي نقول لكم التليفون عادي، هو التليفون ديال التكنو عادي، هو هذا التليفون عادي كيدير 120 درهم. وكاين التليفونات الطاكتيل حتى هما، انتم غادي نعطيكم التليفون ديال الطاكتيل، نزو هذا بلاصتو. ثم غادي نتبع عليه هذا، هذا البوب دو اف كان بواحد الثمن ديك السيمانه اللي فاتت، ولا دابا هاد السيمانه تزاد بزاف. كنا كنبيعوه ب 600 درهم 630 درهم، ولا دابا كنبيعوه حنا ب 700 درهم، دابا الثمن حاليا 700 درهم، كاين الزياده شويه. هاد بوب دو اف طاكتيل 16 جيجا و 1 جيجا في الرام، وعندها كارانتي. وكاين هاد البوب دو بوب 5، هاد البوب 5 حتى هي، هاد البوب 5 حتى هي كانت بواحد الثمن ولا تزادت حتى هي، ولا دابا كنا كنبيعوه ب 650 درهم، ولا دابا دايره 750 درهم في السوق حاليا. كاين هذا بوب 3، تكنو بوب 3 حتى هي. المهم الهواتف كاملين تزادوا، بوب 3 ولا دايره 750 درهم، كنا كنبيعو ب 700 درهم، دابا دايره 750 درهم. كاين هذا سبارك ويت، سبارك ويت فيها 128 جيجا و 4 في الرام، 128 جيجا و 8 و 4 في الرام، دايره 1600 درهم، كنا كنبيعوها ب 1450 درهم، دابا ولات 1600 درهم، فيها عام كارانتي، فيها 4 128 جيجا، وهذا 128 جيجا، وكاين ديال 64، كاين ديال 64، حتى هو زاد توا الثمن، كيدير 1000، تيدير 1400 درهم حاليا، كنا كنبيعوه ب 1350 درهم. وكاين هاد البوب 5 جوج 32، جوج 2 جيجا و 32، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، كيدير 850 درهم، كيدير 850 درهم، كنا كنبيعوه ب 800 درهم 780، دابا ولا بزاف. كاين هذا البوب 5 تا هو نفس سميتو، واحد فيه 16 جيجا وواحد فيه 32 جيجا. هاد 32، هاد 16 جيجا دابا كيتباع ب 730 درهم، 730 هنا كنبيعوه ب 650 درهم، دابا 730 درهم. هما الهواتف اللي كاينين عند التكنو، اما قلتها لكم كاملين، عندهم الهواتف، عندهم كوب 5 وعندو هاد الهواتف هما اللي كاينين في التكنو. وكاين واحد المفاجأة في الهواتف ديال التكنو، اللي مع واحد التليفون بشكل ديال التكنو، وزين ها هو، باش نهضركم اشنو التليفون هذا. اسم التليفون هذا في التكنو، هذا التليفون رائع جدا وواعر، وما كاينش عند شي واحد، وما كاينش عند شي واحد هذا التليفون هذا. غنديروا ليه انبوكسين روم، غنديروا انبوكسين مع تبعوا معايا، وغنقول لكم الثمن ديالو، غادي نقول لكم الكونفيغوراسيون ديالو، وراه ناضي التليفون ناضي. وعمر التكنو شحال من واحد ما تيكونش في راسو التكنو عندها الوقت عند التكنو. وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الانبوكسين ديالو، نوريكم الكونفيغوراسيون ديالو، نوريكم الجيجات ديالو، نوريكم داكشي اللي فيه كاملو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم ابونو، وبارطاجو معنا مع الاصدقاء ديالكم. تبعوا معايا الشرح مع انبوكسين ديال هذا الهاتف. الهاتف هو سميتو، هو سميتو فانتوم، فانتوم اكس، سميتو فانتوم اكس، فيه 256 جيجا و 8 في الرام. غادي نفتحوا العلبه وغادي نبداو معكم ان شاء الله انبوكسين.
السلام عليكم الاخوان، حياكم الله جميعا. كما قلت لكم بان ندير واحد الابوكسين ديال واحد التليفون ديال تيكنو فان تو ماكس. المهم الاخوان غادي ندير واحد الانبوكسين، كما قلت لكم هذا التيكنو هذا ما كاينش عند شي حد. غادي تشوفوا معايا الهاتف ديال التيكنو، غادي نفتحوا العلبه وغادي نشوفوا هذا الهاتف ديال التيكنو. ها هو البوشيطه، ها هي البوشيطه ديالو بعدا، ها هي غادي نحطوا البوشيطه، غادي نجيبوا التليفون. شتي التليفون كيداير؟ ها هو التليفون، ها هو فيه كاميرا، ثلاثة الكاميرات، فيه فلاش. ها هو التليفون ايدج من هنايا، داير بحال تقريبا داك الاسناف والرينو 4 برو ديال هوا التيكنو. غادي نشحلو الهاتف ديالنا وغادي نشوفو كم كونفيكراسيون ديالها، شحال فيه من جيجا في الرام. غادي نشوفو الكاميرا ديالو، كما كيما كتشوفو هاد التليفون هاد التيكنو هذا راه قليل شويه، مكاينش في السوق. الثمن ديالو طال الاخر، غادي نقول لكم الثمن ديالو ملي تشوفو الكونفيكراسيون ديالو، داكشي كامل اللي فيه. ها هو الهاتف ديالنا شعلناه، داكشي ناضي تبارك الله. كما كتشوفو فيه جوج كاميرات من القدام، التليفون راه ايدج من هنايا، هاهما كتشوفو ايدج من هنايا. الكاميرا ديالو راه طالعة عادي شوية، غادي نشوف الكاميرا ديالو كي دايرة. هاهي الكاميرا ديالو كي دايرة، شتيها ناضي داكشي. الفيديو هاكا داكشي ناضي ناضي ناضي. غادي نخرجو غادي نشوفو الكونفيكراسيون ديال الهاتف، اش اللي كاين في هاد الهاتف هذا. فانتوم اكس هاهو اكس، هاهو فيه 8 جيجا في الرام وفيه 256 جيجا وفيه 48 ميجا بيكسل في الكاميرا وفيه 50 بيكسل هادي وفيه الهيليو جي 95، هي اللي شويه دايرين فيها شويه نقص. بالنسبه للباتري راه فيه 4700 ملي امبير. اندرويد جسم اندرويد 11 سيم، داكشي ناضي، التليفون ناضي. غادي نشوفو كونفيكراسيون ديال الهاتف، شوفو اش اللي كيجي مع العلبة، مع التليفون في العلبة. هنا ما كاينش، كاين هادي تاعت كما كتشوف اي هاتف كتجي مع هاد الفتحة هادي، فيه عام وشهر ديال الكارانتي. نشوفو الشارجور ديالو شحال فيه في الفولتاج ديالو، ساقي ناضي. نشوف لكم شحال فيه في لومبيراج ديالو، فيه 33 واط في لومبيراج ديالو، ناضي التليفون ناضي ناضي الباتري ناضي ناضي ناضي. فيه التيكنو ديالو دوريجين. غادي نشوفو هاد الكيتمان ديالو كي دايرين في الشكل ديالهم. غادي نشوف الكابل، واش كابل ديال تيب سي. كيتمان ناضي نتا هما، دايرين شي حاجة واعرة. وغادي نشوفو الكابل واش تيب سي ولا غير فيويت. فعلا كاين تيب سي، شي حاجه ناضيه اخوان. الثمن ديالو فاش غادي نقول لكم الثمن ديالو دابا، وصلنا نقول لكم الثمن ديالو. الثمن ديالو داير 4500 درهم، 4500 درهم داير الثمن ديالو. بالنسبة لي بيشري من السيت ولا شي حاجة بيشري كثر من هاد التمن هذا. بالنسبة للتم هاد الهاتف كان هي بياسة وحدة، مكاينش شي حاجة كثيرة، كان هي بياسة وحدة دايرة 4500 درهم. تيكنو الهوت كام ديال تيكنو هو هذا. المهم الإخوان إلا عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوناش بلي لايك ديالكم، بارطاجيو معنا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله، بس يوصلكم الجديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم. اهلا بكم واهلا ومرحبا، انا محمد وتحياتنا لكم جميعا. هذا
السلام عليكم إخوان، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم عند أبو عائشة مهرات حي سفرتي. اليوم إن شاء الله غادي نواحد الفيديو على واحد الشركة ديال التكنو، الهواتف تاع التكنو اللي كما عرفتوا هاد الأيامات كاين واحد الزيادة شوية في الهواتف. المهم غادي نقول لكم الثمن ديال الهواتف اللي كاينين حاليا في السوق، التليفون اللي موجودين عند التكنو غادي نقول لهم الأسماء ديالهم. وخا زادي شوف الثمن ديال الأيامات كاين الزيادة ماشي في التكنو، أي شركة الهواتف راه كاين عندها الزيادة شوية خصوصا هاد الأيامات. كما كتعرفوا ترونسبور ما كاينش وتزاد داكشي، تزادوا التليفونات. اليوم غادي نتكلم لكم على الهواتف ديال التكنو اللي زادوا بواحد الدرجة شوية عالية. مثلا بحال التليفون كان كنا نبيع حنا ب 600 درهم وكنقولوا دابا نبيع ب 700 درهم. المهم الاخوان تابعوا معايا الهواتف اللي كاين ديال التكنو، عندكم غادي تشوفوا الهواتف اللي كاين موجودين ديال التكنو واللي تزادوا الثمن، وغادي تشوفوا الفرق ديال ديك الساعه وديال الظهر. السلام عليكم. بالنسبه غادي نبداو بالهاتف الصغير ديال التكنو، مثلا بحال هذا، هذا التليفون عادي اللي عند التكنو حاليا كيدير 120 درهم الثمن ديالو، كيدير 120 درهم تليفون عادي الو عادي. هو غادي نحلو غادي نقول لكم التليفون عادي، هو التليفون ديال التكنو عادي، هو هذا تليفون عادي كيدير 120 درهم. وكاين تليفونات طاكتيل حتى هما، انتم غادي نعطيكم التليفون ديال الطاكتيل نتو هذا بلاصتو. هما غادي نتبعوا ليه هذا هذا البوب دو اف، كان بواحد الثمن ديك السيمانه اللي فاتت ولا دابا السيمانه اللي فاتت بزاف، كنا كنبيعوه ب 600 درهم 630 درهم، ولا دابا كنبيعوه حنا ب 700 درهم. دابا الثمن حاليا 700 درهم، كاين الزياده شويه. هاد بوب دو اف طاكتيل 16 جيجا و 1 جيجا في الرام وعام كارانتي. وكاين هاد البوب دو بوب 5، هاد البوب 5 حتى هي، هاد البوب 5 حتى هي كانت بواحد الثمن ولا تزادت حتى هي، ولا دايره دابا كنا كنبيعوه ب 650 درهم، ولا دابا دايره 750 درهم في السوق حاليا. كاين هذا بوب 3 تكنو بوب 3 حتى هي تزاد حتى هي. المهم الهواتف كاملين تزادوا، بوب 3 ولا دايره 750 درهم، كنا كنبيعو ب 700 درهم دابا دايره 750 درهم. كاين هذا سبارك ويت، سبارك ويت فيها 128 جيجا و 4 في الرام، 128 جيجا و 8 و 4 في الرام، دايره 1600 درهم، كنا كنبيعوها ب 1450 درهم، دابا ولات 1600 درهم، فيها عام كارانتي، فيها 4 128 جيجا، وهذا 128 جيجا، وكاين ديال 4 64، كاين ديال 4 64، حتى هو زاد توا الثمن، كيدير 1000، تيدير 1400 درهم حاليا، كنا كنبيعوه ب 1350 درهم. وكاين هاد البوب 5 جوج 32، جوج 2 جيجا و 32، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، كيدير 850 درهم، كيدير 850 درهم، كنا كنبيعوه ب 800 درهم، 780 درهم ولا بزاف. كاين هذا البوب 5 تا هو على نفس سميتو، واحد فيه 16 جيجا وواحد فيه 32 جيجا. هاد 32 هاد 16 جيجا دابا كيتباع ب 730 درهم، 730 كنا كنبيعوه ب 650 درهم، دابا 730 درهم. هما الهواتف اللي كاينين عند التكنو، اما قلتها لكم كاملين، عندهم الهواتف، عندهم بوب 5 وعندو هاد الهواتف هما اللي كاينين في التكنو. وكاين واحد المفاجأة في الهواتف ديال التكنو، اللي مع واحد التليفون بشكل ديال التكنو، وزين ها هو في نظركم اشنو التليفون هذا؟ اسم التليفون هذا في التكنو، هذا التليفون رائع جدا وواعر، وما كاينش عند شي واحد، وما كاينش عند شي واحد هذا التليفون هذا. غنديروا ليه انبوكسينغ رو، غنديروا انبوكسينغ مع الحمايه معايا، وغنقول لكم الثمن ديالو، غادي نقول لكم الكونفيغوراسيون ديالو، وراه ناضي التليفون ناضي. ما عمر هذا التكنو شحال من واحد ما تيكونش في راسو التكنو عنده عنده الوقت وعند التكنو. وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الانبوكسين ديالو، نوريكم الكونفيغوراسيون ديالو، نوريكم الجيجات ديالو، نوريكم داكشي اللي فيه كاملو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم ابونو، وبارطاجوا معنا مع الاصدقاء ديالكم. تبعوا معايا الشرح مع انبوكسين ديال هذا الهاتف. الهاتف هو سميتو، هو سميتو فانتوم، فانتوم اكس سميتو، فانتوم اكس فيه 256 جيجا و 8 في الرام. غادي يفتحوا العلبه
وغادي نبداو معكم ان شاء الله انبوكسينغ. Thank you.
محمد وتحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم إخوان، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم عند أبو عائشة مهرج حي سفريتي. اليوم إن شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو على واحد الشركة ديال التكنو، الهواتف تاع التكنو اللي كما عرفتوا هاد الأيامات كاين واحد الزيادة شوية في الهواتف. المهم غادي نقول لكم الثمن ديال الهواتف اللي كاينين حاليا في السوق، التليفون اللي موجودين عند التكنو غادي نقول لهم الأسماء ديالهم. وخا زيد يشوف الثمن هاد الأيامات كاين الزيادة ماشي في التكنو، أي شركة الهواتف راه كاين عندها الزيادة شوية خصوصا هاد الأيامات. كما كتعرفوا ترونسبور ما كاينش وتزاد، داكشي علاش تزادوا التليفونات. اليوم غادي نتكلم لكم على الهواتف ديال التكنو اللي زادوا بواحد الدرجة شوية عالية. مثلا بحال التليفون كان كنا نبيع حنا ب 600 درهم وكنقولوا دابا نبيع ب 700 درهم. المهم الاخوان تابعوا معايا الهواتف اللي كاين ديال التكنو، عندكم غادي تشوفوا الهواتف اللي كاين موجودين ديال التكنو واللي تزادوا الثمن، وغادي تشوفوا الفرق ديال ديك الساعه وديال الظهر. السلام عليكم. بالنسبه غادي نبداو بالهاتف الصغير ديال التكنو، مثلا بحال هذا، هذا التليفون عادي اللي عند التكنو حاليا كيدير 120 درهم، الثمن ديالو كيدير 120 درهم، تليفون عادي، الو عادي. هو غادي نحلو غادي نقول لكم التليفون عادي، هو التليفون ديال التكنو عادي، هو هذا التليفون عادي كيدير 120 درهم. وكاين التليفونات التاكتيل حتى هما، هانتوما غادي نعطيكم التليفون ديال التاكتيل، نزلو هذا بلاصتو، هما غادي نتبعو عليه هذا. هذا البوب دو اف كان بواحد الثمن ديك السيمانة اللي فاتت ولا دابا هاد السيمانة بزاف، كنا كنبيعوه ب 600 درهم 630 درهم، ولا دابا كنبيعوه حنا ب 700 درهم، دابا الثمن حاليا 700 درهم، كاين الزيادة شوية. هاد بوب دو اف طاكتيل 16 جيجا و 1 جيجا في الرام، وعام كارانتي. وكاين هاد البوب دو بوب 5، هاد البوب 5 حتى هي، هاد البوب 5 حتى هي كانت بواحد الثمن ولا تزاد حتى هي، ولا دايره دابا كنا كنبيعوه ب 650 درهم، ولا دابا دايره 750 درهم في السوق حاليا. كاين هذا بوب 3 تكنو، بوب 3 حتى هي تزاد حتى هي. المهم الهواتف كاملين تزادوا، بوب 3 ولا دايره 750 درهم، كنا كنبيعو ب 700 درهم دابا دايره 750 درهم. كاين هذا سبارك ويت، سبارك ويت فيها 128 جيجا و 4 في الرام، 128 جيجا و 8 و 4 في الرام، دايره 1600 درهم، كنا كنبيعوها ب 1450 درهم، دابا ولات 1600 درهم، فيها عام كارانتي، فيها 4 128 جيجا، وهذا 128 جيجا، وكاين ديال 4 64، كاين ديال 4 64، حتى هو زاد توا الثمن، كيدير 1000 تيدير 1400 درهم حاليا، كنا كنبيعوه ب 1350 درهم. وكاين هاد البوب 5 جوج 32، جوج 2 جيجا و 32، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، كيدير 850 درهم، كيدير 850 درهم، كنا كنبيعوه ب 800 درهم، 780 درهم ولا بزاف. كاين هذا البوب 5 تا هو على نفس سميتو، واحد فيه 16 جيجا وواحد فيه 32 جيجا. هاد 32 هاد 16 جيجا دابا كيتباع ب 730 درهم، 730 كنا كنبيعوه ب 650 درهم، دابا 730 درهم. هما الهواتف اللي كاينين عند التكنو هما قلتها لكم كاملين، عندهم الهواتف، عندهم كوب 5 وعندو هاد الهواتف هما اللي كاينين في التكنو. وكاين واحد المفاجأة في الهواتف ديال التكنو، اللي مع واحد التليفون بشكل ديال التكنو، وزين ها هو في نظركم اشنو التليفون هذا؟ اسم التليفون هذا في التكنو، هذا التليفون رائع جدا وواعر، وما كاينش عند شي واحد، وما كاينش عند شي واحد هذا التليفون هذا. غنديروا ليه انبوكسينغ رو، غنديروا انبوكسينغ مع تبعوا معايا، وغنقول لكم الثمن ديالو، غادي نقول لكم الكونفيغوراسيون ديالو، وراه ناضي التليفون ناضي. ما عمر هذا التكنو شحال من واحد ما تيكونش في راسو التكنو عندها الوقت وعند التكنو. وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الانبوكسين ديالو، نوريكم الكونفيغوراسيون ديالو، نوريكم الجيجات ديالو، نوريكم داكشي اللي فيه كاملو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم ابونو، وبارطاجو معنا مع الاصدقاء ديالكم. تبعوا معايا الشرح مع انبوكسين ديال هذا الهاتف. الهاتف ها هو، سميتو
فانتوم اكس سميتو فانتوم اكس فيه 256 جيجا و 8 في الرام. غادي يفتحوا العلبة وغادي نبداو معكم ان شاء الله انبوكسي. Thank you.
وتحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم إخوان، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم عند أبو عائشة مهرج حي سفيتي. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الفيديو على واحد الشركة ديال التكنو، الهواتف تاع التكنو اللي كما عرفتوا هاد الأيامات كاين واحد الزيادة شوية في الهواتف. المهم غادي نقول لكم الثمن ديال الهواتف اللي كاينين حاليا في السوق، التليفون اللي موجودين عند التكنو غادي نقول لهم الأسماء ديالهم. وخا زادي شوف الثمن هاد الأيامات كاين الزيادة، ماشي في التكنو، أي شركة الهواتف راه كاين عندها الزيادة شوية، خصوصا هاد الأيامات كما كتعرفوا ترونسبور ما كاينش وتزاد داكشي، تزادوا التليفونات. اليوم غادي نتكلم لكم على الهواتف ديال التكنو اللي زادوا بواحد الدرجة شوية عالية. مثلا بحال التليفون كان كنا نبيع حنا ب 600 درهم وكنقولوا دابا نبيع ب 700 درهم. المهم الاخوان تابعوا معايا الهواتف اللي كاين ديال التكنو، عندكم غادي تشوفوا الهواتف اللي كاين موجودين ديال التكنو واللي تزادوا الثمن، وغادي تشوفوا الفرق ديال ديك الساعه وديال الظهر. السلام عليكم. بالنسبه غادي نبداو بالهاتف الصغير ديال التكنو، مثلا بحال هذا، هذا التليفون عادي اللي عند التكنو حاليا كيدير 120 درهم، الثمن ديالو كيدير 120 درهم، تليفون عادي، الو عادي. هو غادي نحلو غادي نقول لكم التليفون عادي، هو التليفون ديال التكنو عادي، هو هذا التليفون عادي كيدير 120 درهم. وكاين التليفونات طاكتيل حتى هما، هانتوما غادي نعطيكم التليفون ديال الطاكتيل، نزلو هذا بلاصتو، هما غادي نتبعو عليه هذا. هذا البوب دو اف كان بواحد الثمن ديك السيمانة اللي فاتت ولا دابا هاد السيمانة بزاف، كنا كنبيعوه ب 600 درهم 630 درهم، ولا دابا كنبيعوه حنا ب 700 درهم، دابا الثمن حاليا 700 درهم، كاين الزيادة شوية. هاد بوب دو اف طاكتيل 16 جيجا و 1 جيجا في الرام، وعام كارانتي. وكاين هاد البوب دو بوب 5، هاد البوب 5 حتى هي، هاد البوب 5 حتى هي كانت بواحد الثمن ولا تزادت حتى هي، ولا دايره دابا كنا كنبيعوه ب 650 درهم، ولا دابا دايره 750 درهم في السوق حاليا. كاين هذا بوب 3 تكنو، بوب 3 حتى هي تزاد حتى هي. المهم الهواتف كاملين تزادوا، بوب 3 اللي دايره 750 درهم، كنا كنبيعو 700 درهم، دابا دايره 750 درهم. كاين هذا سبارك ويت، سبارك ويت فيها 128 جيجا و4 في الرام، 128 جيجا و8 و4 في الرام، دايره 1600 درهم، كنا كنبيعوها ب 1450 درهم، دابا ولات 1600 درهم، فيها عام كارانتي، فيها 4 128 جيجا، وهذا 128 جيجا، وكاين ديال 4 64، كاين ديال 4 64، حتى هو زاد توا الثمن، كيدير 1000 تيدير 1400 درهم حاليا، كنا كنبيعوه ب 1350 درهم. وكاين هاد البوب 5 جوج 32، جوج 2 جيجا و 32، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، كيدير 850 درهم، كيدير 850 درهم، كنا كنبيعوه ب 800 درهم، 780 درهم ولا بزاف. كاين هذا البوب 5 تا هو نفس سميتو، واحد فيه 16 جيجا وواحد فيه 32 جيجا. هاد 32، هاد 16 جيجا دابا كيتباع ب 730 درهم، 730 كنا كنبيعوه ب 650 درهم، دابا 730 درهم. هما الهواتف اللي كاينين عند التكنو، هما قلتها لكم كاملين، عندهم الهواتف، عندهم بوب 5 وعندو هاد الهواتف هما اللي كاينين في التكنو. وكاين واحد المفاجأة في الهواتف ديال التكنو، اللي مع واحد التليفون بشكل ديال التكنو، وزين ها هو، في نظركم اشنو التليفون هذا؟ اسم التليفون هذا في التكنو، هذا التليفون رائع جدا وواعر، وما كاينش عند شي واحد، وما كاينش عند شي واحد هذا التليفون هذا. غنديروا ليه انبوكسينغ رو، غنديروا انبوكسينغ مع تبعوا معايا، وغنقول لكم الثمن ديالو، غادي نقول لكم الكونفيغوراسيون ديالو، وراه ناضي التليفون، ناضي وعمر هذا التكنو. شحال من واحد ما تيكونش في راسو التكنو عنده، عنده الوقت وعند التكنو. وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الانبوكسين ديالو، نوريكم الكونفيغوراسيون ديالو، نوريكم الجيجات ديالو، نوريكم داكشي اللي فيه كاملو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم ابونو، وبارطاجوا معنا مع الاصدقاء ديالكم. تبعوا معايا الشرح مع انبوكسين ديال هذا الهاتف، الهاتف ها هو،
سميتو هو سميتو فانتوم اكس سميتو فانتوم اكس فيه 256 جيجا و 8 في الرام غادي يفتحوا العلبة وغادي نبداو معكم ان شاء الله انبوكسينغ Thank you.
تحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم إخوان، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم عند أبو عائشة مرات حي سفرتي. اليوم إن شاء الله غادي نواحد الفيديو على واحد الشركة ديال التكنو، الهواتف تاع التكنو اللي كما عرفتوا هاد الأيامات كاين واحد الزيادة شوية في الهواتف. المهم غادي نقول لكم الثمن ديال الهواتف اللي كاينين حاليا في السوق، التليفون اللي موجودين عند التكنو غادي نقول لهم الأسماء ديالهم. وخا زادي شوف الثمن هاد الأيامات كاين الزيادة ماشي في التكنو، أي شركة الهواتف راه كاين عندها الزيادة شوية خصوصا هاد الأيامات. كما كتعرفوا ترونسبور ما كاينش وتزاد داكشي، تزادوا التليفونات. اليوم غادي نتكلم لكم على الهواتف ديال التكنو اللي زادوا بواحد الدرجة شوية عالية. مثلا بحال التليفون كان كنا نبيع حنا ب 600 درهم وكنقولوا دابا نبيع ب 700 درهم. المهم الاخوان تابعوا معايا الهواتف اللي كاين ديال التكنو، عندكم غادي تشوفوا الهواتف اللي كاين موجودين ديال التكنو واللي تزادوا الثمن، وغادي تشوفوا الفرق ديال ديك الساعه وديال الظهر. السلام عليكم. بالنسبه غادي نبداو بالهاتف الصغير ديال التكنو، مثلا بحال هذا، هذا التليفون عادي اللي عند التكنو حاليا كيدير 120 درهم، الثمن ديالو كيدير 120 درهم، تليفون عادي، الو عادي. هو غادي نحلو غادي نقول لكم التليفون عادي، هو التليفون ديال التكنو عادي، هو هذا تليفون عادي كيدير 120 درهم. وكاين تليفونات طاكتيل حتى هما، انتم غادي نعطيكم التليفون ديال الطاكتيل هو هذا بلاصتو. هما غادي نتبعوا ليه هذا هذا البوب دو اف، كان بواحد الثمن ديك السيمانه اللي فاتت ولا دابا السيمانه اللي فاتت كنا كنبيعوه ب 600 درهم 630 درهم، ولا دابا كنبيعوه حنا ب 700 درهم. دابا الثمن حاليا 700 درهم، كاين الزياده شويه. هاد بوب دو اف طاكتيل 16 جيجا و 1 جيجا في الرام، وعام كارانتي. وكاين هاد البوب دو بوب 5، هاد البوب 5 حتى هي، هاد البوب 5 حتى هي كانت بواحد الثمن ولا تزاد حتى هي، ولا دايره دابا كنا كنبيعوه ب 650 درهم، ولا دابا دايره 750 درهم في السوق حاليا. كاين هذا بوب 3 تكنو، بوب 3 حتى هي تزاد حتى هي. المهم الهواتف كاملين تزادوا، بوب 3 ولات دايره 750 درهم، كنا كنبيعو ب 700 درهم دابا دايره 750 درهم. كاين هذا سبارك ويت، سبارك ويت فيها 128 جيجا و 4 في الرام، 128 جيجا و 8 و 4 في الرام، دايره 1600 درهم، كنا كنبيعوها ب 1450 درهم، دابا ولات 1600 درهم، فيها عام كارانتي، فيها 428 جيجا، وهذا 128 جيجا، وكاين ديال 64، كاين ديال 64، حتى هو زاد توا الثمن، كيدير 1000، تيدير 1400 درهم حاليا، كنا كنبيعوه ب 1350 درهم. وكاين هاد البوب 5 جوج 32، جوج 2 جيجا و 32، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، 2 جيجا في الرام و 32 جيجا، كيدير 850 درهم، كيدير 850 درهم، كنا كنبيعوه ب 800 درهم، 780 درهم ولا بزاف. كاين هذا البوب 5 تا هو على نفس سميتو، واحد فيه 16 جيجا، واحد فيه 32 جيجا. هاد 32، هاد 16 جيجا دابا كيتباع ب 730 درهم، 730 كنا كنبيعوه ب 650 درهم، دابا 730 درهم. هما الهواتف اللي كاينين عند التكنو، هما قلتها لكم كاملين، عندهم الهواتف، عندهم بوب 5 وعندو هاد الهواتف هما اللي كاينين في التكنو. وكاين واحد المفاجأة في الهواتف ديال التكنو، اللي مع واحد التليفون بشكل ديال التكنو، وزين ها هو، في نظركم اشنو التليفون هذا؟ اسم التليفون هذا في التكنو، هذا التليفون رائع جدا وواعر، وما كاينش عند شي واحد، وما كاينش عند شي واحد هذا التليفون هذا. غنديروا ليه انبوكسينغ رو، غنديروا انبوكسينغ مع الدعوه معايا، وغنقول لكم الثمن ديالو، غادي نقول لكم الكونفيغوراسيون ديالو، وراه ناضي التليفون، ناضي. وما عمر هذا التكنو شحال من واحد ما تيكونش في راسو التكنو عندها الوقت وعند التكنو. وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الانبوكسين ديالو، نوريكم الكونفيغوراسيون ديالو، نوريكم الجيجات ديالو، نوريكم داكشي اللي فيه كاملو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم ابونو، وبارطاجوا معنا مع الاصدقاء ديالكم. تبعوا معايا الشرح مع انبوكسين ديال هذا الهاتف. الهاتف ها هو، سميتو ها هو، سميتو
فانتوم فانتوم اكس سميتو فانتوم اكس فيه 256 جيجا و 8 في الرام. غادي نفتحوا العلبه وغادي نبداو معكم ان شاء الله انبوكسينغ.